لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أبو داود رحمه الله، باب الجنب يتام، أي لعذر من الأعذار. عن أبي ذر قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر أبدو فيها. غنيمة يعني عدد قليل من الغنم، تصغير غنم. أبدو فيها يعني اذهب إلى البادية، أخرج إلى البادية، يعني خذ هذه الغنيمة وأقعد في البادية. فبدوت إلى الربذة من قرى المدينة على 3 أميال منها، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. قال: فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث 5 و6 يعني ليال، فقال أبا ذر، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر فسكت، فقال: سكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل. فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا. فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. قال مسدد: غنيمة من الصدقة. اصبر، ثكلتك أمك أبا ذر، الثكل فقدان المرأة ولدها، أي فقدتك أمك، أمثال هذه الكلمات تجري على ألسنتهم ولا يراد بها الدعاء، وكذا قوله لأمك الويل، لم يرد به الدعاء، والويل والحزن والهلاك والمشقة، وإنما كلمات تستعمل للتنبيه. هذه بقى الكلمات التي نقلت عن أصل وضعها، زي وأفلح أبيه لأمك الويل نحو ذلك من الكلمات، المقصود بها التنبيه ويعني يعني الحث على التفكر أو نحو ذلك. العس، قال الجوهري والقدح العظيم. سترتني بثوب أي من جانب، واستترت أنا من جانب آخر بالراحلة، فكأني ألقيت على عني جبلا، شبه الجنابة بالجبل في الثقل. لم يقول: لما أجنبت وما ولدت الماء كنت لعدم الاغتسال مكدر ومنقبض النفس، أو منقبض النفس كأن على رأس الجبل، فلما اغتسلت زال عني ذلك الثقل، فكأني طرحت عني الجبل. الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال جمال الدين الإفريقي في لسان العرب: الصعيد المرتفع من الأرض، وقيل الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل ما لم يخالطه رمل ولا سبقة، وقيل وجه الأرض. ده الصحيح، ما صعد على وجه الأرض. اشتراط أنه لم يخالطه رمل، ده كلام عجيب، ده حمل للألفاظ على مذاهب الفقهاء. قد قال الله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. قيل الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب. الصحيح أنه وجه الأرض، كل ما كان من وجه الأرض فهو إيه؟ قد صعد عليها، ظهر عليها. قال الفراء في قوله صعيدا جرزا: الصعيد التراب.
وقال غيره الأرض المستوية. قال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبر. فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد، وإن خلطه تراب أو مدر يكون له غبار. كان الذي خلطه هو الصعيد. ولا يتيمم بالنورة وبالكحل والزرنيخ، وكل هذا حجارة. قال أبو إسحاق الزجاج الصعيد وجه الأرض، وده الصحيح، لأن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يقتضي أن كل مكان في الأرض يكون فيه المسلم يمكن أن يصلي ويتطهر. ومعلوم أن كثيرا جدا من صحارى العالم كلها رمال، والناس أينما ذهبوا سوف يردون ما يتطهرون به على الحديث، فكيف يكلفون بحمل التراب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يسير في صحارى كثيرة ليس فيها تراب، إنما هي رمال أو جبال. ها؟ ولك دي أنواع من الحجارة، الكحل والزرنيخ والنورة كلها حجارة، أصلها حجارة بتطحن أو نحو ذلك. قال وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن. ده الصحيح، لأن الصعيد ليس هو التراب وإنما وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لو تراب عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. قال الله تعالى فتصبح صعيدا، لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض. السيراميك أصله تراب، أصله نوع من التراب، الأسمنت أو نحو ذلك. ها؟ حتى لو دخل النار بس هو تراب في الأصل. يعني لو أي حاجة غابات اتحرقت والناس عايزة تصلي في المكان اللي هي فيها دي والرماد ده، هو أصل هو كذلك. الطوب الأحمر، أي حاجة أصلها من وجه الأرض يعني من الطين حتى لو احترقت لا يؤثر ذلك في كونها من الطبقة دي. بقى طيب، ما الطبقة دي طبيعتها ايه؟ من التراب برضو، مصنعة منه برضو. الزجاج من الرمل. لو عليها تراب، البطانية من الصوف مش من وجه الأرض، البطانية من المواد الكيماوية مثلا البترولية مش من وجه الأرض. يضرب على الحيطة اللي جنبه ماشي، بس يكون عليها تراب، عشان الحيطة الزيتية والبلاستيكية دي مواد ايه؟ من زيوت معدنية من باطن الأرض أصلا. قال لا أعلم بين أهل اللغة خلافا في أن الصعيد وجه الأرض. قال الأزهري هذا الذي قاله أبو إسحاق الزجاج أحسبه مذهب مالك، ومن قال بقوله ولا أستيقنه. قال الليث يقال الحديقة إذا خربت وذهب شجرها قد صارت صعيدا، أي أرضا مستوية لا شجر فيها. قال ابن العربي الصعيد الأرض بعينها، والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب. قال في القاموس الصعيد التراب أو وجه الأرض، في تاج العروس شرح القاموس مثلنا في اللسان. قال الجوهري في الصحيح عن الفراء الصعيد التراب. قال ثعلب وجه الأرض. قال العيني صعيدا طيبة أي أرضا طاهرة. وفي الجمهرة وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبغ، هذا قول أبي عبيدة. وعن قتادة أن الصعيد الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر. من الاختلاف في تفسير الصعيد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب إلى تخصيص التراب للتيمم الشافعي وأحمد وداود، وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري لأنه يجزئ بالأرض وما عليها. واستدلال كلا الفريقين بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا.
قلت التحقيق في هذه المسألة أن التراب هو المتعين لمن ودد التراب، غير صحيح، بل كل ما كان من وجه الأرض فهو يجزي. يقول ولا يجوز بغيره، لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة. طب وغيرهم ليس كذلك؟ ومقتضى هذا الكلام لغة هو ما صعد على وجه الأرض. يقول فالتيمم عليه جائز اتفاقا، فكيف يترك المتيقن بالمحتمل؟ هذا الأمر من باب الاحتياط لا أنه المتعين، اختلف العلماء فيه، لكن الصحيح هو ما صعد على وجه الأرض فيلزي. ثم هذا تيسير على الأمة، فكيف يلزم به في أماكن ليس فيها إلا الصخر؟ واحد على صخرة في البحر بعيد، أو يعني غير قادر على جزيرة بعيدة لا يستطيع الوصول إلى الماء مثلا، صخور صخور فقط، فهذا يتيمم على الصخر. يقول ومن لم يرد التراب فيتيمم على الرمال والأحجار ويصلي. على فكرة ده مسألة القول ده، لا، اللي بيقول ان التراب هو الصعيد هيقول فقد طهوري، مش هيخليه يتيمم، واللي بيقول ان هو وجه الارض هيقول يجوز على الحال ده وعلى الحال ده. يقول لان مدلول الصعيد لغة عند بعض أئمة اللغة، لانه مدلول الصعيد، دي بقى ترجيحات عجيبة، ان هو بيبني على هنا ويبني على هنا، عشان أئمة اللغة بيقولوا كلام تقوم الدنيا تبقى متلخبطة، نرجح انه اذا لقاه يبقى هو المتعين الواجب، واذا ما لقاهوش يبقى يعمل بالتاني. ده مش مذهب حد ممن تقدم. يقول ومن لم يجد الرمال والاحجار فيتيمم على كل ما ذكر انفا في تفسير الصعيد، ولا يصلي بغير التيمم، ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير طهارة، والله اعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو الى 10 سنين، المراد بالعشر التكثير لا التحديد، ومعناه اي له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى، وإن بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى 10 سنين، وليس في معنى أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين. يعني طبعا لا شك في ذلك، يتيمم حتى ينتقض طهارته، يتيمم حتى تنتقض طهارته أو يجد الماء، فهذا نقض للطهارة للتيمم. يقول وكذلك قوله عليه السلام وما بدا لك، حديث في ضعف، اللي هو تيمم هم ذكروا ده في المسح، ذكروا هذا ما بدا لك في المسح على الخفين. الصحيح انه حديث ضعيف. قال الخطابي في المعالم وفيه دليل على خروج الوقت غير ناقض للتيمم، فالحكم حكم الوضوء، ده الصحيح. قال الخطابي يحتج بهذا الحديث من يرى ان المتيمم ان يجمع بتيممه بين صلوات ذوات عدد، مش مقصود بالجمع، يجمع يعني يصلي كل صلاة في وقتها الا لو له عذر في الجمع، وهو مذهب اصحاب الحديث. قال الحافظ ابن حجر واحتج البخاري لعدم وجوب التيمم لكل صلاة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال الحافظ وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور، وذهب بعض من التابعين إلى خلاف ذلك. قلت مذهب الجمهور قوي، عدم الحاجة إلى تجديد التيمم لكل صلاة، وقد جاء أثر تدل على ما ذهب إليه البعض من التابعين من أن المصلي يجدد التيمم لكل صلاة لكن أكثرها ضعيف، وما صح منها فليس فيها شيء يحتج به على فرضية التجديد، فهي محمولة على الاستحباب. قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أمس أمر من الإمساس، والمعنى إذا وجدت الماء فعليك أن تتوضأ أو تغتسل. قال الخطابي واحتج بهذا الحديث في إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال، سواء كان ذلك في صلاة أو غيرها.
ويحتج به أيضا في أنه لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ولا لجنازة ولا لعيد، لأنه واجد للماء فعليه أن يمسه جلده، لا ممكن يكون مريض أو محبوس أو مقيد. يقول فإن ذلك أي الإمساس خير أي بركة وأجر، وليس معناه أن الوضوء والتيمم كلاهما جائز عند ورود الماء، لكن الوضوء خير، بل الوضوء في هذا الوقت فرض والخيرات لا تنافي الفرضية. يعني كلمة خير مش معناه أنه مستحب، لا بل هذا واجب. يعني ده أنهي صلاة؟ أول ما يلاقي المية انتقض تيممه، لو كان صلى قبليها وفي الوقت ما يعيدش الصلاة. ها؟ لو في الصلاة يبقى انتقض تيممه يخرج من الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.